المركز هذا كان الفكره جات من الظروف اللي شفناها بان اللي كيعيشوها الاطباء داخل المستشفى ديال دوك دو توفا. كيف كتعرفوا بان هذا المستشفى من 1970 ما كانتش الفكره باش نخلقوا مراكز باش يتخلق مراكز ديال التشخيص في داخل المؤسسه. اذا هاد الاطباء كانوا كيخدموا في بيوت بالنوافذ صغيره جدا في ظروف غير لائقه. اذا الفكره انطلقنا من بعد خلقنا الانعاش الطبي، ومن بعد جهزنا يعني عملنا لاسونسور وخلق جهزنا واحد الجناح. قلنا لما لا غادي نخلقوا هاد السنه مراكز ديال التشخيص اللي غيكون فيها الطبيب كيف شفتوا هما واسعين، باقي ما مكملينش لان كاين باقي لي زاباري غادي يجيو باش يكون المركز اكثر يعني موفر، كيتوفر للمريض الشروط اللي كيحتاجها باش نخلقوا للطبيب الظروف هذا، ولكن كذلك ان المريض باش يكون يجلس في واحد الظروف اللي هي مريحه واللي يعرف القيمه ديال المكان اللي هو يعني بحال اللي شفنا كيف مشات طنجة، بقينا كنعملوا النوار، الناس كنا خوفانين باش الناس يتقلع ديك النوار، دابا الحمد لله كل شيء كيحافظ عليه. المبلغ الإجمالي هو مليون، وبالدواء وكل شيء هو مليون و600 ديال الدرهم، هو مبلغ بسيط يمكن، ولكن في الحقيقة كانت تمت به البناية ديال الطابق العلوي. هذا البناية ديال الطابق السفلي هو تعاد لواحد إعادة الهيكلة ديالو، والجمعية ابن بطوطة التي أترأسها هي اللي تكلفت بتهيئ ليكيبمون ديال المركز. كاين أربعة ديال المرافق ديال الطب الباطني اللي فيها كتجمع ثلاثة ديال الأطباء، كاين الطب ديال مرض السرطان الكونسيرولوجي، كاين الطب ديال شرايين القلب والشرايين فيه ثلاثة ديال الأطباء، كاين الطب ديال الجهاز الهضمي فيه الدكتور شرادي. إذا كاين واحد المجموعة ديال الأطباء، أربعة ديال المراكز. خلينا بالنسبة للطب ديال التنفس مما يعانيه من مشاكل بعض المرات اللي تقدر تكون كونتاجيوز اللي يعني كتتنقل، خليناه يكون في ذيك المركز. والمشروع اللي المقبل ان شاء الله اللي غادي يكون هو بناء مركز ديال السيده، واللي غادي نشوفوا هذا المركز ديال الطب ديال التنفس اللي غادي نحاولوا اعاده الهيكله ديالو ان شاء الله.